بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن الولادة المنزلية. طبعا هو خيار جيد للسيدات الأصحاء وغير المعرضات لعوامل الخطر أو المضاعفات خلال الحمل أو الوضع أو الولادة أيضا. كما يجب أن تحصل السيدة على رعاية جيدة بعد الولادة في المنزل، وقد يقوم العديد من الممرضات والأطباء بتوليد السيدة في المنزل، ولا تغطي طبعا أغلب شركات التأمين الصحية تكاليف الولادة المنزلية. لذلك يعني راجعي بوصلية التأمين الخاصة بك إذا كنت يعني ترغبين في الولادة بالمنزل، أو يعني مسجلة في أحد التأمينات الشركات التي تحرص على الولادة المنزلية. تنتشر الولادة المنزلية في العديد من المدن الأوروبية، ولكن في الولايات المتحدة فإن الكليات الأمريكية لطلب النساء والتوليد لا تنصح بالولادة المنزلية، كما أنها توضح أن المستشفيات هي المكان الآمن لولادة الطفل، وهي يعني لديها وجهة نظر خاصة فيها. وفي بعض أنواع الحالات الطارئة فإنها يعني طبقا لهذه النظرة ممكن يعني تحرص المستشفيات في أن تكون لديها أجهزة متقدمة وأجهزة مطلوبة، وتحرص على حياة الجنين وحياة الحامل. ويوجد طبعا في المستشفيات أطباء متدربين وقادرين على تقديم أفضل الرعاية، يعني أفضل رعاية صحية للأم الحامل والمولود أيضا. وأنا أيضا أنصح أن تكون الولادة في المستشفى أفضل من الولادة في البيوت، لأنه ممكن تتسرب الميكروبات والطفيليات ونوع من أنواع البكتيريا، قد ينتقل بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية وتسبب عديد جدا من الأمراض لهذا الحامل، وقد تحصل اضطرابات أو مضاعفات أثناء الولادة وتسبب العديد من الأمراض، منها الوفيات الشائعة المتواجدة بنسب كبيرة جدا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي.